في البداية دي تصريحات الوزير منذ لحظات على صفحته الرسمية على الفيسبوك، بيقول وهنفسر بعدين: أداء التدريبات على الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي والثانوي هام جدا للتعرف على إيه بقى المنصة الامتحانية وشكل الأسئلة. لغاية دلوقتي تصريح عادي وله علاقة مباشرة، خدوا بالكم بقى، بالامتحانات القادمة هذا العام، هذا العام والأعوام القادمة. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح وتدريب مفيد للجميع بإذن الله. طبعا معنى كده، طبعا أنا بقول تصريحات الوزير، معنى كده إن الامتحانات الإلكترونية، لأن الوزير بيقول التدريب اللي هتاخدوه دلوقتي ده مهم لامتحانات هذا العام، فمعناه الامتحانات الإلكترونية، إلا لو الوزير كالعادة غير رأيه في اللحظات الأخيرة. لكن أنا بنقل الكلام يا جماعة، أنتوا عارفيني كل الأخبار اللي بنقلها بتبقى موثقة 1000000%، وتبقى من مصادرها زي انتم متعودين هنا على القناة. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان تتابع معايا كل الأخبار. كمان قال الوزير، هكمل لكم بعد التصريحات، إن المهام الأدائية للصف الرابع ليست امتحانات، وإنما هي نشاط في حصتين لقياس مهارات الفهم والتطبيق وليس لقياس الكم المعرفي، ويمكن للطالب الاستعانة بالكتاب أثناء أدائها ولا يجب التعامل معها على أنها اختبارات تقليدية. طبعا يمكن للطالب الاستعانة بالكتاب، معناها كده ان الورقة اللي هتجيله ممكن الطالب يفتح الكتاب عادي ويستعين بالكتاب عشان يكتب النشاط بتاعه. وده على فكرة دي حاجة جديدة، تصريح مفاجئ برضو بالنسبة للتصريحات اللي نقلها وزير التربية والتعليم، واللي هي كانت غريبة جدا. في تصريحين كمان، ايوه في تصريحين كمان. التصريح يعني اللي هو اجازة عيد الفطر المبارك، كل سنة وانتم طيبين، هتبدأ من الجمعة، هتبقى الجمعة 29 أبريل، جمعة وسبت وحد واثنين وثلاث وأربع وخميس وجمعة وسبت. طبعا هنا وزير التربية والتعليم كاتب السبت 7 مايو، لكن على فكرة السبت مش هيبقى إجازة، لأنه هو هيبقى أول يوم في امتحانات أولى ثانوي. كمان قال وزير التربية والتعليم التصريح الرابع ليه، وده خاص بالامتحانات سواء الثانوية أو امتحانات النقد، قال إن امتحانات الثانوية العامة خلاص هينعقد لها مؤتمر صحفي في نهاية الأسبوع، وكمان امتحانات النقل في مواعيدها مفيش أي تغيير في المواعيد سواء في امتحانات العملي أو النظري أو الامتحانات التجريبية. دي كانت كل القرارات المفاجئة اللي قالها وزير التربية والتعليم، وكانت مفاجأة للكل، هل الامتحانات فعلا هتكون إلكترونية ولا وزير التربية والتعليم هيغير رأيه فجأة كالعادة. شكرا لحضراتكم.